احنا الحقيقة شايفين مصر ازاي. مصر حلوة والله العظيم. احنا اتكلمنا في شوية حاجات كتير، بعد كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده شفنا اننا ما حققناش في ثورتنا او ثورتنا غير بس اسقاط رؤوس انظمة فقط لا غير. لا حققنا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية لحد دلوقتي. طيب هتقولوا لي انت ست متشائمة، لا انا متشائمة، بس احنا ندور على حل بقى. ايه هو الحل؟ نشتغل، ننتج، نعرق، نتعب، نبدأ نحط لنفسنا مجموعة قيم إنسانية جديدة، نتعلم من الغير. واحنا مش بنخترع العجلة، نقعد نحط خطة ورؤية واستراتيجية ويطلع لك الوزير من طول يقعد يقول لك أصل احنا وضعنا خطة مش عارفة عاملة ازاي وطالعة منين ورايحة فين وجاية منين. يعني المسألة مش محتاجة، ما تعرفش عندكش خبرة سابقة، نتعلم مش عيب والله. تعلم اليابانيين، ما اليابانيين اتعلم تقديس العمل. ان احنا ديننا بيقول لنا العمل عباده، الناس دي طبقت ديننا واحنا لسه مش عارفين نطبقه. طب نتعلم من الشعب الكوري ايمانه بالعلم، وانه العلم هو الطريق الوحيد لبناء امه قويه قادره انها تصنع حاضر ومستقبل. زي ماليزيا بدات بالعلم برضو. تعلم من الصينيين ايمانهم بان اهم ثوره تملكها الامم هي البشر. الصين اللي حولت الزياده السكانيه الرهيبه اللي عندها، اللي احنا ما نجيش جنبها نقطه في بحر، يعني من نقطه ضعف الى مركز قوه هائله. ثم بعد استثمار الطاقات البشريه يجي استثمار الموارد الطبيعيه مش اهدارها. احنا عندنا موارد مهدره كتير. طب نتعلم من الشعب الالماني ايمانه بالنظام. انت لو اديت لواحد هناك ميعاد الساعه 9 ورحت له 9 ودقيقتين هيبص لك من فوق لتحت. الدقيقه عندهم تسوى كتير. واحنا مرحلين، احنا ممكن نرحل بالشهر على فكره، ما عندناش مشكله على فكره. الكلام ده مش عشان تزعلوا مني، يا بخت من بكاني وبكى علي، وانا بقول لنفسي الكلام ده قبل ما بقوله لكم. لازم يبقى في منظومه تحترم ولا سبيل للخروج ضدها او عليها. نظام يعني نظام. ثور على نفسك قبل ما تثور على الاخرين، واعرف حريتك محفوظه، حقك، لكن حدود حريتك تقف عند بداية حدود اللي جنبك. مشيش كلامك على حد مش حقك. يعني هو في كان في عندنا ناس إذا اختلفت معاهم يقولك أنت كافر، وفي ناس تانيين إذا اختلفت معاهم يقولك أنت خاين. هو أنت يعني يا كافر يا خاين؟ يعني كده ميت وكده مقتول؟ إيه الكلام ده؟ هي دي اللي أنا بتكلم فيه، ده الثورة الحقيقية اللي إحنا عايزينها، الثورة اللي بجد وحقيقي. مش كلام وشعارات وشويه ناس ارزوقيه مالهمش شغله ولا مشغله جاي يقول لك انا ثوراجي. ايوه يعني بتشتغل اللي هو مين يعني؟ بتشتغل ايه؟ يا ريتنا واحنا بنحيي ذكرى ثوره محترمه، ثوره يناير، نتعلم ونفهم الدرس كويس. نعرف احنا ليه ما حققناش اللي احنا طالبنا بيه. ونعرف احنا رايحين على فين. لازم تبقى كاشف الطريق قدامك وشايف اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ايه. يا رب يبقى طريق خير ومفروش بالحرير. مصر أصيلة وإحنا شعب أصيل.